جايين للاستديو نبغى نتكلم عن نهاية قضية كنو، ونبغى نتكلم عن مباريات لحت اللعب، ونبغى نتكلم عن يعني عدد من المواضيع المهمة. لكن الأهلي عنده قدرة عجيبة أنه يتصدر المشهد. يعني تقول له وخر شوي يقول لك لا لا يا أخوي تعال طالع فيني أنا يا حبيبي خليك هنا يا ابن الحلال واستهدي بالله. يقول لك لا وين رايح؟ حط الكاميرا علي وطالع فيني أنا. يعني على قولتهم ما بقى لي قلب يشفع لك خطية. هذا الأهلي زيد المواجع فسود زيدها والله يا أبو راكان. ما أبغى أزيد عليك المواجع، بس يا جماعة الخير شوفوا هالبدايات احنا نعرف نهايتها وشفناها العام، وتقريبا يعني على ثالث جولة احنا كنا نقول يا الأهلاويين في جرس خطر انتبهوا، وما انتبهوا، وبعدين عاد صار اللي صار. والأهلي الحين في الدرجة الأولى من 6 نقاط في جولتين. الأهلي أخذ له واحدة، واحدة عمية بعد، يعني نقطة كذا ما أدري شلون جات. واليوم اللي شفناه خلنا بعلمكم أنا وش صار فيني أنا شخصيا. والله العظيم أنا ما أكذب في هذا الأمر، أنا قعدت قدام التلفزيون والصوت موطي هنا في غرفة التحليل، مسكرين الصوت واشوف الفريقين، في الفريق الابيض مستحوذ على الكوره. انا في ظني ان ده الاهلي. والله ولا كذلك. انا في ظني ان ده الاهلي اللي ميت على المباراه يبيها. طالع قالوا لي الشباب عايز يقول لي لا تركي ترى الاهلي الثانيين اللي قاعدين يلاحقون في الملعب. خلينا نشوف التقرير ونفتح موضوع الاهلي.